مثلا يعني يطلع اللي في نفسه ما في الا الاولاد اللي جنبه الكبت عاد الولد صار خلاص صار ميوله كل ما ابغى شيء الولد قدامي الولد قدامي شايف والبنات كل ما يقولوا يعني يبغوا مثلا يعني يبغوا يعني يبغوا حركات معينه كذا وما في الا البنات عاد يعني شوف الخبص تصير كذا لو ما يصير اول شيء يعني انا اللي ارد اقوله قبل لا انا افكر بكل المواضيع هذه افكر بشيء واحد يا اخي ما خفت من ربك هذه سالفه شفت يعني ما خفت من ربك انت يعني اللي وصلت ان انت طالع صبي لان انت تحس الله الصبي اللي قدامك هذا ناسي عجرم شنو شنو هالراس اللي انت قاعد تخيل في كلمه لازم تنقال عند كل شيء قاعد نشوفه السؤال المهم ليش انت الحين انا قاعد اشوف قدامي واحد صار شيميل ولا بنيه صارت لسبيان ولا اي شيء في سؤال انا لازم اسال نفسي قبل انا هذا الانسان اناقشه او اغذفه او اقول له يعني على قولتهم ان احكم على الشخص من نظره الاولى اوكي انا شايف انه في شيء بس ليش طبعا احنا راح نقول لكم ليش راح ندش بالموضوع بس مريم عندها شيء تبي تقوله انا ما اشرح على هذيلة اللي من طفولتهم هم مرابه زين لان انا اؤمن ان بكل دوله برا في مكان حق معالجتهم خاص بس احنا مو موجود عندنا هالمكان صح للحين ما طلع بس في عيادات خاصه اوكي عيادات خاصه بس مضبوط بدل ما يعرف اوكي انت انا قاعد احاكيك عن الصغار اقدم من معلومتك انه ماكو؟ ما في انا لي امس لما كنت قاعد اسوي كانوا قاعد يقولون في استشارات في استشارات مو هذا الاستشاري يعني يقول له وين يروح وين يتعالج يسافر لا مو استشارات كذي قصدي وانا لا صراحه فهموني خلت اتكلم قصدي انه صار في استشارات بين دوله الكويت ودول برا انه يشوفون شلون الوضع هناك شلون الطريقه هناك عشان ياخذونه ويسوونه عندنا هني بس ما في الدعم الكافي عشان يصير هالمكان موجود هني انا هذه المعلومات الاخيره شنو... اللي انا اوكي انت قولي شنو المكان اللي ببالك وانا اقول شنو المكان الموجود وموجود وحاصل انا يعني قصدي مثل مكان يعني مثل مستشفى كبير يضم هالفئه كذا مثل ما في مال المخدرات عشان يعالجونهم وكذي في مكان يعالج هالفئه اللي فيهم مرض اضطراب الهويه الجنسيه من وهم صغار أيه. انا مو قاعد اقول يعني إيه لكن هذا اللي مو قاعد اقول اللي يكبر ويقلل هذا اللي كبر اي شنو ما قاعد اقول اللي يكبر ومثلا فجاه يقط اللوم على مثلا خواته ولا على امه يعني انا يعني انا يدتي ايام لبست ابوي ذهب ايام قبل كانوا يلبسون صبيان ذهب أيه؟ صح ولا لا كانوا يحطوا لهم كحل أيه؟ ما اشوف واحد من ابهاتنا تدري ليش الذهب ليش مكروه حتى الدين عندنا إيه؟ الذهب ليش مكروه حتى بالدين عندنا لان اكتشفوا العلماء ان الذهب للرجال يزيد الهرمونات الانثويه زين عشان كذي في ناس يعني متربين يعني زياده عن الذهب وترى الذهب مو ذيك المشكله اللي يعني لما نلبسه خلاص هرموناتي خلاص بتصير انثويه وبقلب بصير ساره مثلا لا مو كذي السالفه بس في شيء انت قلتي ليش عصبت زين عشان ابيك تتكلمين انت اليوم الظاهر موضوع مو شاب ساره اليوم عرفت لي ما يعني هي سمعت خلصت طاقاتها بالضحك انا فاهمك شغله ساره لان عايشه بكندا فهم دائما اللي يعيشون بالدول الغربيه او ان هذا فيهم طبع انه يقول لك يعني حريه شخصيه شفت هذه وش علي انا من الناس وش على الناس أيوة. مني فكيفهم يعني انه فخار يطبش بعضه في جاي في لسبيان في بطيخ احنا أنا إيه عندنا من نفسي انا واعيش حياتي احنا مصيبه قاعد يصير وايد الموضوع بس في شيء مهم انت تقدرين تتكلمين عنه ما انا انت كنت بمجتمع غربي نقدر نتكلم هني مجتمع عربي يعني مجتمع غربي هناك يعني بيساعدوا في هذه الاشياء يقول لو انت يعني خلاص راجل تبغى تتزوج تجرب تتزوج ايوه اروح وبعدين في كندا يعني امريكا ما يزوجوا في كندا بيزوجوا يعني الناس بتسافر عشان تتزوج بس في كندا وتمشي صح عاد زي كذا من الكلام انت قلتيه ما في مستشفى ليه؟ ما في عشان هم بيقولوا لا هذول ناس ومش عارفين يعني شوفي انا ضد فكره ان انا زين ذا رايت يعني يبون حقوقهم يرفعون لافتاتهم كيفهم بس انا ضد ان انا استخدم مثلا انا كسلطه استخدم قوتي عشان اجبرهم ان هم يحولون شخصيتهم وانا اضرهم واسبب لهم عذاب ممكن يؤدي يعني ممكن ان في وايد ناس انتحروا ان هم مو متقبلين المجتمع اللي هم عايشين فيه انا ممكن ليش ما اخذهم شيء عالي على المجتمع هو ليش ما اخذهم بالهدوء ليش ما اخذهم بالراحه طريقه العلاج اللي فرضته يعني مو ان انا اخذهم واقرعهم واكفخهم ويلا انت ريال وخليك ريال وصير ريال هذا وين حكي اذا هو هذا هني أنا متقبل إن أهوى ريال. شلون أنا بخليه؟ أنت هني كحكومة كديرة كشعب إسلامي كدولة إسلامية أنا شنو ذنبي إن أنا أكون كرجل أمن وبنقطة تفتيش ولما تمر عليها البنت هذه أنا مضطر إني أنا أفتش صح ولا لا؟ أوكي. مضطر إني أخذ الهوية مالتك. أخذ هوية. لحظة سمعي توقف وصفطت وهذا طبعاً الحكي أنا قاعد أقوله بالنيابة عن ربعي اللي هم يشتغلون بالداخلية وهذا يقول لي حمود والله
البطاقه 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 زين ليش انا لا اذا ما اعطيتني راح احول يعني راح احولك زين ف اوكي يعطي فلان الفلاني يعني صبي يعني مو بنيه يعني يعني هذا ذكر زين انت امانه شو تسوي يعني يعني كيف اوكي يعني كيف هل كيف ما قال ادبه يعني لحظه شو ما قال ادبه يعني ما اخذه لحظه لحظه شو ما قال ادبه كل هذه مقله ادب كيفه محمد شنو قله الادب لا لابس باروكه وميك اب ومكياج والحمره من هنا هني لحظه عفوا عفوا لا 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 تقولي لي هو اللي بيتعاقب انت هني انت انت كذي يعني مأيد الموضوع مو مأيد الموضوع انا قاعد اقول لك انت تكلمين انت بالصح انا اطلع عليه اوكي بس انا اطلع لا انا اطلع افتر بالشارع اطلع افتر بالشارع والبس قصير واطلع شو اسمه لبرا وعلى بالنا ان انا وحده واشوه سمعه بنات الكويت على بالنا ان انا بنيه وهو مو بنيه وهو شيميل بالعربي ريال هذا يعني اقل محترم من المجتمع شباب شباب هذا شيء اوفر اللي قاعد يصير سوى الوحيد انا قاعد احكي لك خله شنو خله لا اخذه وقرعه اسمه اخذه وقرعه وعلم الادب عشان يصير ريال اخذه وقرعه وعلم الادب اذا كان يعني مسوي شيء اوفر هذا اللي قاعد عموما راح نتكلم بالموضوع وايد راح نجاوب على كلمه ليش بس ناخذ فاصل ونرجع نستديو وخذيت تصريح الحمد لله ان انا ابدي وجهه نظري واقولها بكل حريه وطلاقه تامه. الله يبارك فيكم، من بارك لي؟ بالكنترول بارك الله فيك. زين، خل اقول لكم. انا قاعده ارد واعيد وازيد ان المرضى ما نقدر نقول ان ما في احد مو مريض. لو في احد مو مريض كان ما صار في دكاتره نفسيين وطلعوا هالمرض وسموه بمرض وصار في ناس تعالجوا من هالمرض. شنو؟ كم ليش فيك انت اليوم؟ وفي ناس تعالجوا من هالمرض انزين بس ان انا اي اخذ شو اسمه ابو فوز ولا حمني ابو الفوز ولا حمني وانا كانا كقوتي انا اروح اجبرهم ان هم يردون حق جنسهم الاساسي العنف عمره ما راح يجيب نتيجه انا ما احنا كم واحد يو قطاهم بالمخفر وقرعوهم وطق يعني طقوهم وهزؤوهم اشوف ما ردوا ريايل مره ثانيه صح ولا لا؟ اللي ما يسويه بالعلن يسويه بالخشبة مريم ترى مو بهالسهولة يكون عمره 25 26 سنة عايش شيء بعدين يقوله مرة واحدة يمسكونه لا طب نفسي ولا شيء يمسكونه يطقونه يقطونه بعدين يروحون يطلعونه برا اوكي الحين انا شنو انا صار لي 25 سنة يا يعني انت بيومين انت بتحولني؟ وبعدين انا اهما يعني هذول الناس يا اخي عمر الانسان يا اخي ما يحوله يحطه ويتنج ولا يقطع ممكن عمر الانسان ما راح يوصل لمرحلة الاحساس الذاتي حق الشخص نفسه يعني انا لو شنو بجبره انا ما ادري هو شنو داخله انا ما ادري هو بشنو قاعد يفكر هل هو قاعد يقلد هل هو صج مريض هل هو محتاج مساعده هل هو في شيء هو مو عارف شو اللي يبي يمكن الريال هو مضطرب نفسيا هو ما يدري هو شو اللي يبي فبدال ما اخذه بالسياسه اقعد اتكلم معه افهم هو شنو يبي اعالجه سيده اروح اسوي نفسي انا شو ماخر واقعد اطقه واكفخه ويلا كم مره قلتي لنا موضوع ان انت تاخذينه وتطقينه فهمنا عليك انت ما تعيدين الطق يعني انا ما ايد انت ما تعيدين الطق وما تعيدين ان يمسكونه ويقولوا له انت يصير رياض صح؟ ما ادري شو ماخر ما سيارات ما ادري يعني اسمه وايد في بدور بدور يعني الحين احنا كشباب انا شنو ذنبي اديش نادي صحي مالك ما تسام حديث اي أيوة والله كله مصاكه والله يا جماعه والله يعني في شيء انتم لو تشوفونه يعني صدق الا واحد يكره نفسه او يكره اللعبه اللي انا قاعد العبها يعني انا ادش نادي يمكن اللي يمي كذي وزنده يمشي عليه تيس عادي يعني يشيل تيس كذي بزنده عرفتوا؟ يجيني لو سمحت اطالع زين اطالع اليمي لو سمحت ها من وين طلع الصوت هذا؟ ولا اللي يمي انت جسمك فتنس وين تلعب؟ بس يعني وين العب؟ لا قصدي ما تلعب رياضات ثانيه؟ لا ما العب رياضات ثانيه لا العب حديد زين شنو عندك اليوم؟ نعم يعني تكفون يا جماعه حتى انت يعني اصحاب النوادي هذا انت نوادي محترمه وكل شيء هذا لما انت تيجي تشوف شخص مو لازم تسوي معاه يعني انت انترفيو تشوفه هذا شنو من مذهب شنو جنسه شنو هذا خلاص اي حد يدفع فلوس اعطوه اشتراك هذه عضويه دي دوران مالي طبعا ها عيل كل واحد بقعد اقابله اي اقعد اقابله يا اخي انا اتاكد من هالنوعيات هذه مريم ما يصير مريم احنا عندنا بالجامعه ما يقبل ما يصير يعني ممكن هذا وين يروحون لحظه انت ليش تحسسين ان هالشيء صعب ينشك لازم مقابله
من اول ما عند الريسبشن من اول ما يقول له ابي اشترك يعرف على طول اللي قدامه شنو يعني. اي بس مو انا ولا انترفيو واشوف هو شنو. خلاص خلوه ياخذوه قطوه بالمستشفى. هذا اذا في مستشفى قطعته ليه قطعته؟ ما في مستشفى. انت ترى احترت معك انقطع بالمستشفى ولا نخلوه؟ خلوه يتعالج. لا خلوه يتعالج. احنا قاعد نتكلم توكم ايش قاعد تقولون؟ اللي يتعالج اللي هو الصغير. لكن الكبير اللي قاعد يقول عنه يعني بالعربي يعني صار ثور عهد وكبر وهذا كذي زين. هذا شنو مشكلته؟ ما ادري شنو ممكن يكون هرمونات زادت لما يكون كبير. الأنثوية ما تسارت تتكلم يا حمني. بتكلم يا حمني. لما يكون كبير تكلم يا جماعة ترى أقلب. قوله أقول أنت صبرك شوي. خليني أقولك أول موضوع إنه هما أنت مضيعة. أنت شوف يرتبي كلامك بعدين شوف. لا لا لحظة خلا لا لا راح أقول أنت اليوم قاعد لي يعني. شوف عاد أنا اليوم بالفوز عاد بالفوز. على أساس بجاوب على كلمة ليش؟ والله ما يرد على أحد بالفوز. سمعوا هو اذا هو مريض نفسيا حتى لو هو صار هبه عنده هالشيء هي حريه شخصيه بالنهايه. مو احنا اللي بننام بقبرهم على قولة مخرجنا. مو احنا اللي راح ننام بقبرهم. او هي سالفه شنو؟ انا الحين سباي انا الحين صبية بويا مسترجله اللي يكون رايح السوق اوكي قاعد اسوي شوبينج قاعد اشتري اغراض انا وياي رفيجاتي ومعاي ربعي البويات اللي هو اروح اشتري هدوم بحالي. هل انا راح اروح انا اذا يعني اشوف هالجروب هل انا راح اروح اقط عليهم حكي ولا امي بدي اطلع عليهم حكي ولا ناس بتقطع عليهم حكي؟ لا هم ترى بشر يعني سوري هم مو حيوانات. هم ناس بشر حالنا حالهم بس هم فيهم هالطبيعه. احنا بشر اكيد فينا عيوب بس لما تجي لما تجي انا في الحاله ما راح اكلمها مالي شغل فيها ولا حتى انقد عليها كيفها يعني بحالها قاعده تسوي شوبينج قاعده تمشي ويا رفيجاتها قاعده بمطعم قاعده تشرب قهوه كيفها. لكن تجي وتشوف بنيه وطالحت ولا او لا تعطيها ابوها الحركه ما كنا عندها جنب ما ايش يسوون ترفع لي الغوله طالع التليفون تاشر لها روحي عند كرام الحمام وين قاعدين هني انا اكيد راح استحقرها. يعني انت او ان الجنس في الحاله الثانيه انه يروح لك والله بالنادي واو جسمك حلو اي واو هو جسمه ابلى من جسمي شنو واو اقول لك جسمه ابلى بس من اذا هو 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 جنس بس بحاله قاعد يتمرن ما له شغل فيك. اي مالي اسمعي احنا ايش قاعد نتكلم انت حتى لو كان في اشخاص بهال يعني بهالمستوى هذا كنت شي ميل يا اخي انت ما تصير تطلع علني صدق لان إيه؟ انت حاله شاذه يعني انت لازم انت توقف نفسك بصري. متى تطلع متى تروح متى تجي هذا عشان لا تسوي لك مشاكل اذا انت والله حابب الموضوع هذا أنا قلت او اذا انت صدق مريض. لكن ما توقع شخص مريض ويطلع عادي حق الناس ويمشي كنا ما يدري عن طرفه. انا اعطيكم نصيحه هذا مو مريض هذا هو يستهبل. انا اقول لكم ما لكم شغل فيهم يا جماعه اذا انتم من هالنوعيه طلعوا يوم الجمعه على صلاه الجمعه ترى ما حد بيدري عنكم عشان لا تسمعون حكي يعني. عموما تكلمت في شيء مهم انا ترى من يوم الخميس قالوا ان الموضوع راح نتكلم فيه وموضوع حساس وبصراحه يعني موضوعنا وايد جري اليوم اللي تكلمنا فيه بس هذا يعني برنامجنا مثل ما عارفون من برامج تقليديه كل شيء ينطفي بالمجتمع الكويتي. من يومين انا قاعد حمود قاعد ادور فئاتهم زين انا ركزت صوب فئات الجيز الشباب البنات انا قلت هم البنات راح يتكلمون عنه ففي ثنتين قاعد يتكلمون واحده ثنتين احاول اتكلم راح تحاول تتكلم لان تو قالت ساره لان اتوقع اليوم ساره شاربه يعني عصير نمومني فهي قاعده تعرف انت تعالي انا بس شوف انا بالعنف انا ضد العنف 100% ساره لما تقعد يا محمد خلونا اقول لكم شباب خلونا اقول لكم شو السالفه اللي شفته بالنت يعني سالفة يعني خلاني أبطل عيني إنه مو بس واحد أي ناعم نقول له أنت مثلاً على قولتنا بالمصطلح الكويتي جنس أو أنت جاي السالفة طلعت ترى وايد كبيرة لهم فئات لهم معجبين لهم أحزاب لهم مواقع خاصة لهم جروبات شفت اللي أنت المتين اللي قلت عنه اللي يكون مجسم وهيري وماش تدري هذه فئة يسمونها فئة البيرز جايبينه الاسم مستمد من اسم البير اللي هو دب فهذا نفسه يقول إنه شكله دب وكذي فيكون بيرز فهذا هو نفسه هذا الدب والله البيرز هد العالم كلها ما يلا حق الكتكوت اوكي يروح حق مجسم البيرز يبي بيرز يا حق التويت عرفته وفي ناس ضعاف يسمونهم توينكي و... تعرف والله نواف لا سويت سيرش ودورت صراحه سويت ودورت يعني وفي موقع ترى خاص بالكويت نسبه الناس اللي فيه اذهلتني طبعا مكفول الموقع بس يعني نسبه الناس اللي فيه اذهلتني ولهم قنوات ها لحظه مكفول شلون دشيت عليه
بس عرفته مكتوب انه بس لما دشيت عليه انه يعني ما تقدر تدش، بس شفت نسبة يعني قريت